تسحب على طول. علق مخي. تابعنا على سناب شات وانستغرام بتشوف فيديوهات حصريه ما انت بشايفها باليوتيوب، فاذا ودك تشوف الاشياء الحصريه تعال تابعني. السلام عليكم، هلا وسهلا، كيف حالك؟ بخير يا فسويلم معكم. شوف انا اليوم على اساس اني جايب واحد واضح اني جالس جنبي نص طالع. ايه نص طالع الدب دب بعد. شكرا الله. السلام عليكم. هلا محسن، توني صاحي من النوم وقومنا نايف يبي ناكل دونت وايس كريم مع بعض. تونا مصحصح مو مركز. خل اعلمكم شو السالفه. في شيء اشوفه اللي تابعني في الانستغرام هنا تشوفون فيه ايه صورة حطيتها. لازم. نعم نعم صحيح. لا هو جميل سياق الموضوع. المهم في طب دقيقة، طب هذا انستغرامي انا بعد. طيب تدري كم باقي لي؟ 19000 بوصل مليون ما شاء الله. ايه ما نلعب. تبي يسوي الكلام بعد؟ هات اللي يسوي لي. خلاص يلا نبي 19000 واحد يغطي حسابه عشان نوصل المليون. كفو كفو. طيب ايه وش السالفة؟ ايه هو كان ايه منزل، انا منزل صوره في الانستغرام فيها دونات جواها ايس كريم، جواها ايس كريم. فحنا نخطط ان نسويها لان ما في ولا محل عندنا نسويها. ما لقينا، دورنا. هو دور، انا دورت. هو لا هو دور ما لقى الدونات يبي ايس كريم، فعشان كذا حنا بنسوي دونات في الايس كريم على طريقتنا. توكل على الله. ناخذ وين؟ بناخذ هنا من بنروح المحل بناخذ منه دونات، ثم نروح محل ثاني ناخذ من ايس كريم. شو تسوي دعايات؟ طب لو ما لقينا محل ايس كريم البقاله ممكن ما ندري. المهم خل نشوف، بنطلع لكم شيء ان شاء الله انه جامد بس بنشوف. بنشوف يلا 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 بسم الله. الحين يبينا ناخذ الدونات اللي تكون الجريز الكلاسيك. ايوه عشان نقسمها بالنص ثم نحط فيها ايس كريم. والله لا ناخذ اثنتين في واحده. ها جيب دبه. هذه دبه وين الثانيه؟ عطني واحد هذا الدونات هذه الدبة، وعطني وصفر. وين في دبة ثانية؟ جيب اثنين دبة. سكين سكين قصها بالشوكة بس أي شيء قصها انت. هذا سكين؟ هذا عايز تكوني خلاص خلاص جيب جيب. شفت الكابتن ما في سكين شو نسوي؟ ادفع بس. ابشر. ها شايف الكابتن الحين؟ ها يلا شوكة وشلون بتقصها؟ ما عندك مشكلة نشوف. خل نروح الايس كريم نشوف يمكن عندهم. ليش ما تربط زمان؟ ها؟ وش؟ ليش ما تربط؟ تفضحني ما كنت بربط. خلاص يلا بربط عشان فيديو. بس عشان فيديو؟ ايش سويت؟ سويت فيديو. والله ما قد ربط الحزام في حياته واضح. ايش قاعد تسوي؟ اقص مو كذا. لا لا امسك وقص خلاص كل واحد يقص حقته. اوه شوف بعد يبدو ما هي بدورة تخبص. لا ما طعنا ما طعنا. ها ما طعنا. وش ما طعنا؟ قاعد تطعن انت. وش تبي؟ ايش دخلك؟ فسخت المحل. نظف يلا يلا نظف. الله الله شوف 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 هذا المساعد الصح. يلا يلا وش مسوي؟ بنروح نجرب. مؤدب من جوا والله مستحيل. لا نتكلم في ناس احب ازعج الناس. شوف ما ابغى ليش والله انسان محترم اكبهم يعني. والله ازعجهم ان قاعد اصور خبال زي بعض الناس. ايه. مو انا ليش تزعجهم؟ خلهم لما تقعد مع نفسك خلاص مو تضيع وقتك كذا. ضيع وقت نفسك والله حكم. بسم الله بسم الله. دقيقه معلش بستخدم الدونه حقتك. حبيبي اصفق الكوره كلها جوا والله عجل يا عمي. خربان خربان. استهبل افعصها افعصها. ها ارعصها مفروض هي كذا افعصها خلها كلها تتوزع. الله إيه؟ الله شوف الحين خلها على جنب انا بسوي حقتي بعدين نذوقها مع بعض. لا خلها مالك مالك يلا تزيل الامور. ما هو انا احطها. يا اخي شيل الكاس حطها هنا. يا سلام يلا لا تمسك الكاميرا. نظفت يدك. ايه وش وصخ الحين دونات بالعس كريم. ترى في محلات برا تسويها بس احنا سويناها المره. لا يا اخوي لا تاكل. يلا بسم الله. اوكي اوكي اوكي. ايه والله جامد. اوه
واو قاعدي قاعد تضرب ثوبي قلب بنفسجي انت ثوبك بيقلب بنفسجي شوف انا زبنت نفسي مسكت الكرتون اللي هو كله اعلامي كريسبي كريم لازم تدفعوه لنا اذا جاوك زباين اي والله لازم تعطيني فلوس والله اني ضعيف انت اسحب على سمك علق مخ هذا يسمونه عرفت اكلت كريم بسرعه قال يجمد مخك لا بس تعرف يبغى لها الدونت حار عرفت كذا انت تلعب على 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 فمك خذ حار خذ بارد شوف البربسه شوف الحوسه بس انا نظيف على حسابي يا ضعيف التيشيرت الجديد ولا لابسه ما بخرب التيشيرت الجديد شوفوه ما شاء الله او بالله كيف فكرة عظيمة شفت انا اقول لكم نايف نجيب لكم الاكل الصح عرفنا بالتركي المحسن نور القناة وشوفوا فلوقاته صاير يسوي فلوقات الحين صار صديق معنا في اليوتيوب صار يسوي فلوقات جامدة وشغل نظيف فشيك عليها تحت حبيبي حبيبي سكر فينا ها سكر انا كل سكر يا لبيك